من المشاكل اللي بتواجهنا بالكرك مشكلة نقص المياه بزيادة عن السنوات السابقة. في عندنا على سبيل المثال سد الموجب جف وأثر على المورد المائي للكرك. في عندنا مشكلة ارتفاع درجات الحرارة اللي أثرت كمان على القطاع الزراعي. السنة هاي بالذات رح يكون فصل الخريف أو الشتاء رح يكون في نسبة أمطار أقل بنسبة 12% من السنة الماضية. اللي رح يصير إذا ما حدا عمل إشي تجاه التغير المناخي رح يزداد عنا نسبة الجفاف، رح يأثر بالتالي على القطاع الزراعي والحيواني. رح يصير عندنا نقص في الأكل حاليا، يعني بالنسبة لنا نعمة إنه متوفر في الكمية الحالية موجودة. رح يصير طبعا أكيد انقراض للحيوانات، بعض المناطق تصير غير مأهولة للسكن يعني بسبب الحرارة أو بسبب الكوارث الطبيعية. في البداية لازم نركز على العنصر البشري، نعلم الناس ونوعيهم ونخليهم يتشاركوا معنا بالحلول والمشاريع اللي إحنا عن طريقها رح نحل المشاكل البيئية.